ام مريم من فرنسا تقول بان فيه اخت تسال هل التامين الشامل حلال ام حرام اختي ام مريم من فرنسا بارك الله فيك بالنسبه لي التامين بالنسبه للتامين الشامل فتاوى جماهير اهل العلم على المنع الا في حاله واحده اذا اجبر عليه الانسان فاذا اجبر الانسان على التامين الشامل يجوز يعني بمعنى انه ما يعطى ملكيه السياره الا بتامين شامل مثلا أو يعيش في دولة ما تسمح إلا بالتأمين الشامل يجوز في مثل هذا الحال أما اختيارا فجمهور الفقهاء من المعاصرين يمنعون ذلك بارك الله فيك